اهلا وسهلا. يا مرحبا ومسهلا. ومرحبا. ما شاء الله. دكتور هاني. السلام عليكم. هلا. اقلط اقلط هنا. خصم عليك 100 على الطلعة ذي. اسالك بالله. ترى هذا متسبب دكتور هاني. متسبب عصرية ابو بدر. الله وعندك. اخصم عليك. منظم بدر ابو زيد. اهلا وسهلا. حياك الله. شو اخبارك؟ ترى ما عاد بقى لنا. الله العظيم انها انها كارثه كلها من تخطيطك. مساك طيب. شلونك؟ ساير. يا ساير انزل. ساير. بسم الله عليك. ساير. اسمع. ساير. ها؟ ابى اعطيك زياده. والله ما اعرف اطلع يا شيخ. اسمع. قل لا اله الا الله. اسمع. ابى اعطيك زياده. والله العظيم ذا هذا اللي جنبك ابو بدر. طيب بعطيك زياده لو تعلقت في هذا. ابو بدر هذا اللي جنبك انوار. لك 100 لو تعلقت في الكشاف. 500؟ 100 100 100 100 100 شيء اللي يسمعه. ايوه وش سالفتها 500؟ النفسية. تعال يا انوار. انا لازم اشتكي. انوار. اشتكيت ليش؟ حياك دكتور هاني. يا انوار تعطل رجع لي تعطل. تبغى فضفضه يعني؟ لازم نفضفض. المجموعه الثانيه قاعده تدخل في نوبه يعني بكاء وحزن وحسره. أيوة على الوضع الراهن. أيوة مو منطق ان نجمع هم يجي بكاتهم يقعد ينذرنا نثر. اول ما بها نثر ذا الدرجات الحين صار ينثر اوادم. دحين احنا على الهواء يا شباب. تطور المشروع. لا يفرق الجواب على الهواء ولا مو على الهواء. وسامعين الكلام اللي يقوله تركي حبيبي منور. يعني انا تفهم افهم من كلامك انت قاعد تشتكي يا ابو كاتم. انا لا انا قاعد اشتكي عندك. انا بك تهديني تقول ابو كاتم لا سوى شيء صح وكذا عشان افهم بس. تفهمنا تفهمنا. لان حبيب قلبي لان ما فهمنا. والله كل ده ما فهمته. اول شيء السلام عليك في ذوق دكتور هاني. هلا بك. اشرح الموضوع المنظم انت. والله يرتب الموضوع. اي بس انتوا تبيعوا قهوه صح؟ والقهوه دي قهوه عربي. ليش ما في نسكافه وشغلات ثانيه طالما انتوا دخلتوا في عالم القهوه؟ بس قهوه عربي بس. دكتور هاني طيب سمعت. احكم ولا والله هذه قهوه سريعه التحضير دكتور. سريعه التحضير 4 دقائق وهي جاهزه. ما شاء الله تمام. وهذه هديه القهوه تاعنا. سلمت حفظك الله بارك الله فيك. طيب خلها بعدين نصير احنا رادين نشيلها معانا. بس ذكرني مو ترجعوها مره ثانيه. حياك دكتور. لا اله الله. انا دشيت مجلس الحاره وزارني راعي الارض اللي شكرا فوق. جزيلا لك قواكم الله. زارني راعي الارض اللي فوق فعزمني وبالعله طلعت والله. ها؟ الارض اللي حتى حيث اني طالب اسانسير وطالب انسلم. طيب خليني ارحب اول شيء بالمحل بعدين المجلس. السلام عليكم. قصر الاوان. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ اهلا وسهلا. كيف حالك؟ لعلكم بخير. اخبارك ايه؟ الديباجو حقتك انا حافظها بس اديني اياها عشان الناس تسمع. تفضل تفضل. طيب هلا حبيبي. هلا بالحال. اخبارك؟ تفضل تفضل. غزل الاواني هي احدى شركات ابراهيم محمد السيف. لان عده فروع منها 4 في الرياض وعندنا فرع في خميس مشيط وابها وجيزان وعندنا فرع في حفر الباطن. انت بتقراها وين؟ بقراها من قلبك من جوا اعماقي. من جوا اعماقك. ايوه. طيب تمام. طيب عندنا فرع في الحسا والخبر. جدة في؟ في جدة إن شاء الله حنفتتح أكبر صالة في غزل الأواني في جدة. إن شاء الله هنكون موجودين معاكم. عندنا 5 فروع جديدة حتفتح إن شاء الله. هنكون إن شاء الله موجودين معاكم. إن شاء الله. ربما نفوز بقدر ضغط. إن شاء الله بإذن الله. إذا ما جانا ضغط. إن شاء الله بيجيك بإذن الله. إذا إحنا ما جانا ضغط. والآن عندنا تخفيضات ساري حتى الآن. ما شاء الله. بمناسبة قناة بداية الحصول إلى 2 مليار متابع. جميل. وسارية حتى يوم الخميس القادم. جميل. أنتوا فاكر إنه كنتوا الأم هي السيف صح؟ ولا السيف هذا ما له علاقه بكم؟ طبعا احنا السيف هو عائله لكن هو في كلام في كلام محرج انا قلته؟ لا عادي. ها؟ لا ما انا قاعد اظبطكم اهو. اي قاعد تظبطنا. السيف هو العام بالنسبه لهم. تمام. لكن في غسل الاواني هي تبع احد البنات اللي من الام السيف. او الام السيف. مزبوط كده كلامي؟ ايوه كده. تمام تمام. هذا حق الاعلام بعدين بيني وبينك. يا حبيبي يا غالي. بس هديه بسيطه مقدمه غسل الاواني. بارك الله فيك. هذه جتك قبل الافتتاح بالغربية. لا وابشرك انا عارف هي جوا ايه. انا عارف اللي جوا. الحبتين. الحبتين برضو. الحبتين. خلاص معروف. بارك الله فيك. ان شاء الله تنال الاجابه. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. طيب خلوها لحد ما نرجع ناخذهم مع بعض. تمام نجيب دباب سوزوكي بعدين نشيل الحاجات كلها. شكرا لك. هدايا ما شاء الله نعبي بلا طربال نغطيها. هنا اسماعيل من ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. عاد هنا ابحث. كيف حالك اسماعيل؟ ايش اخبارك؟ تمام بارك الله.
هنا براد. طيب قديه باقي على المغرب؟ قديه باقي؟ طيب تفضل. وش قاعدين تقدمونه يا اسماعيل؟ ايوه وش اللي تقدمونه في المحل؟ او وش افضل الاشياء الموجوده عندكم؟ والله افضل اشياء في عندك على عندك على كيك الزعفران، عندك على كروسون سبيشال، عندك على قطايف وهذا على ورق عنب على طحن على تمام يعني معجنات وحلويات. ايوه ما شاء الله. فروعكم في جده؟ في لا جده ضمن الرياض، وان شاء الله باذن الله نفتح ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هيك طبعا اكيد يا اخي اهل جده يحتاجوا الحاجات هذه. أيوة ولو حيكون عندكم منافس قوي في جده. والله وانعم بيك ان شاء الله. الله يسعدك بالتوفيق. شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا. الحمد لله ان محمد منصور ما هو موجود. ليش؟ لا لا ان شاء الله بيرجع ان شاء الله يرجع على خير ان شاء الله. خلي عليك. شكرا جزيلا لك بالتوفيق. باقينا دقيقه اعتقد. اي مشغول هو شوي بيعود. عندنا كارديو تمام. هنا ما في احد وهنا انتور دعايه بس لفروعهم في قرطبه والحمراء و... طيب انا اتمنى انك انت ما تجيب سيره انتور. ليه افا؟ عسى ما انتم زعلان عليهم. لانه انت ايه زعلان عليهم. والكلام هذا لازم انتور وادارته يعرفوه. لابد انهم يحطوا قناه بدايه في فروعهم. سلام فعلا. مو معقوله مو معقوله يكون فندق انتور وموجودين هنا وفي شراكه وبالتالي قناة بداية ما هي موجودة. فأنا أوجه حقيقة كلامي لأخوي سامي أو يارا والمسؤولين في الفندق إن قناة بداية تنزل في الفنادق في انتور لو سمحتوا. يا سلام. ابتداء من اليوم. أوكي. اتعب صوتي وأنا أقول نزلوها. الولاء عند الدكتور راني قوي على. لا لأنه هذه شراكة حقيقة. تمام. استحق لها. من طيب راسك هذي. يلا دكتور هاني. السلام عليكم. كيف حالك؟ أنت تستقبل وتودع بس ها؟ كل بعد كم يوم تودع واحد وتحضن فيه وتبوسه وهو يمشي. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. بارك ما شاء الله. شاورما كينج. سوي شاورما. شاورما. اوكي. حق الدكتور. كم وجبة ساير ياخذ في اليوم؟ بصراحة. واحد. واحدة بس؟ قايل لك اني انا مسكين بس ما تصدق. بس واحدة؟ ايوه كل يوم واحد. طيب مين أكثر واحد ياخذ وجبات كثير؟ مع سلطان. شوف. مو شرط جسير والله يمسكيها ستيل اسود ابيض كثير هذا؟ ايوه الله مصر. انا وجبه واحد بس. بس ثاني بفلوس. اسمع اكيد اكيد اسمع دكتور اسمع دي انا ولا حسن اكثر واحد؟ حسن انا اروح شاورما كينج ايدي كثير سلطان. ايوه عرفنا 100. السلام عليكم. يلا هنا. السلام عليكم. كيف حالكم؟ تمام. الوقف طيب. الوقف على السريع. الإنسان يعيش بذكاء. مو معقولة أني أعيش حياتي ما أكون ذكي، أني أستثمر في شخصي وبالتالي أفعل أمر ما لبكرة. الإنسان سبحان الله العظيم لما يكون عايش في هذه الدنيا ما يفكر أنه بكرة من بعده بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، وينسى أمور مثل موضوع الوقف على سبيل المثال. إذا بالتالي إحنا نوجه كلمة اليوم لكل من هو يسمعنا، أتمنى عليك اليوم وليس بكرة بكل بساطة بيدخل على الابليكيشن اللي انت بتعرضوه دائما، وبالتالي يقدم اي مبلغ 5 10 150 اليوم يا احبتي بارك الله فيكم وليس بكرة، وهو استثمار بذكاء لما هو عليه الامر في الاخرة. جزاكم الله خير. شكرا لك. موفقين ان شاء الله. تسلم حبيبي. يعطيك العافية. الله يسلمك. لقط معاك شيء ما شاء الله عليك. والله بدل ما تاخذ انت عمرك لازم نعطيه. هذا طبعا تميز. تميز والله ان شاء الله اليوم.